احترقت اقسم بالله اقسم بالله. اول مره اشوف نفس النار هذه ورب الكعبه يعني عملاقه. شوف العالم، شوف العالم هناك بعد. هناك صار حريق ثاني من شده الحراره، يعني مع ان الحريق شوف ايش بعده، شوف وين وصل، سبب هني حريق ثاني. ان شاء الله يسيطرون عليه بس هني بالمبنى هذا. طبعا العماير اللي جنب النيران هذه كلها راحت، قاعد تشتعل واحده ورا الثانيه. والحين انا رايح لقلب الحدث. مرعب مرعب يا جماعه، مخيف والله مخيف. لا حول ولا قوه الا بالله، نار رهيبه والاف الدوريات موجوده، الاف الدوريات. الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله. والله قاعد احس بلهبها وانا هني. انا لله وانا اليه راجعون. ما ادري الدوريات شلون بيطفون، اقسم بالله يعني منظر مرعب يا جماعه، والله منظر مخيف. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف 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 يا جماعه، ما يتصور العقل والله العظيم.